معرض اللي ضم 4 الفنانه اللي كل واحده فيهم مجام من دوله مختلفة على الأخرى. المعرض اليوم كان جمع بزاف الناس اللي جاو، كاين الناس اللي جات من تطوان، كل واحد منين جا. المعرض كذلك تناقشنا فيه وتعرض فيه واحد فيلم وثائقي على حياة الكلاب، يعني في مدينة ديالنا كيفاش عايشين، كيفاش كيجبروا المعاناة، كيفاش الحياة ديالهم يعني كيعيشوها في الزنقة من 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 التعامل يعني الناس معاهم، كيفاش كيعتنيو كاين اللي كيعتني وكاين اللي ما كيعتنيش. في اغلب الاوقات كنجبروا ان الحيوان كيعيش الحياة ديالو شحال ما كان المدة ديالها، يعني كيعيشها في واحد الظروف قاسية، ها اللي كيرمي عليه بالحجار، ها اللي كيتعدى عليه، ها اللي ولكن ما نساوش ان كاين واحد الفئة ديال الناس اللي هي كتحاول انها تعتني بديك الحيوان، تعطيه الماكله، تعطيه الشراب. دابا الصيف هذا، ولكن مع الاسف الشديد اللي كنجبره هو ان الحياه اي كلب هنايا في بلادنا راها معاناه من النهار اللي كيخلق حتى النهار اللي كيموت، وكيف الطريقه اللي كيموت بها، واغلبيه ما كيموتوش موتة طبيعيه يعني. والوقف ديال التقتيل ديال الكلاب اللي كيدار بواحد الطريقه يعني لا اخلاقيه ولا انسانيه، والتعويض ديالو بالتعقيم والتلقيح، والهدف ديالنا ان هذه الرساله توصل لجميع الساكنه ديال المدينه، ساكنه تطوان، وكذلك توصل كذلك للسلطات، انه تفعل اتفاقيه ديال التعقيم والتلقيح اللي تسنت في 2019، ويتم التعامل مع هذه الاشكاليه ديال الكلاب بواحد الطريقه اللي كانت انسانيه واخلاقيه وكتحترم كلاب الضاله. اولا شكرا على الحضور ديالكم هنايا كصحافه، ويعني كتبينوا باللي نتوما مهتمين بهذه القضايا هادو عكس الناس اللي خصهم فعلا يهتموا بالحيوانات. حنا هنا حاضرين في المعرض ديال نينا اللي هي واحد الفنانه هولنديه اللي جات النفس على الحيوان في المغرب اللي كيتقتل بواحد الطريقه بشعه، وكنتمنى ان شاء الله يا ربي الناس البلديه يسمعوا لنا ويسمعوا باللي الحيوانات راهما مهمين بالنسبه لنا حنايا، وكنهتموا بهم وكنخسروا فلوسنا عليهم، وخصنا نشوفوهم معنا في الزنقه ماشي تقتلوا بواحد الطريقه اللي هي وحشيه. من هذا المنبر كنشكر الناس هنايا اللي تعاونوا معنا في هذا البروجي هذا، منهم ياسين من جمعيه اذان اللي صراحه كتقوم بواحد المجهودات كبيره باش يعني باش تهتم بهاد الحيوانات سواء الكلاب او القطط. وطبعا كنشكر واحد السيده اللي هي يعني كتهتم بواحد العدد كبير ديال الكلاب الضاله، يعني بالمسائل الماكله ديالهم، بالدواء ديالهم، بالعمليات ديالهم، واخا يعني ما كتجبرش شي دعم كبير، اللي هي رئيسة جمعية آدم. صراحة كنوجه لها تحية من هذا المنبر هذا. جيت لهنا لتطوان باش نشارك في الإقامة الفنية جرين أوليف آرتس اللي عطوني واحد المنحة، وبالنسبة للسباس هنايا صراحة كانت واحد العودة لتطوان، حيتاش في الأصل قريت 4 في المعهد ديال الفنون الجميلة ورجعت لهنايا، وكانت واحد تجربة أخرى اللي زوينة واللي فيها حرية أكثر، ما كاينش القيود ديال المعهد، بالعكس كان هنايا الوقت كامل ديالي مفرغاه غير الخدمة ديالي. And I do a lot of mixed media types of painting and they're all focused on nature and wildlife. While I was in Tetuan, I was really looking at the textiles, the mosaics, and the geometry, and uniting it with the natural landscape. I'm also an illustrator and painter, and during my residency, I did my project about stray dogs in Tetuan. I did a documentary and a comic of a story from a stray dog's perspective, and my time here in Tetuan has really been very interesting. I love the scenery and I really try to dive into the culture here. I'm an artist who does dry point engraving printmaking and also watercolor painting. My residency was lovely. I was able to go around and experience Tetuan while creating art, which is an amazing experience to come to a country and to bring your creativity with you and to be influenced by a brand new culture. So as I journey through each day and each place that I walked to, through, researched, I was inspired to create a whole new body of work than I intended to make. كن دائما على اطلاع بآخر الأخبار والتطورات عبر جريدة بريس تطوان.